اصلا كل شيء صار فينا هلا كان بسببك انت يا حقير. حاجة سرقتني من الصبح وانت عم تعيد نفس الجملة مثل الببغاء. انت السبب، انت السبب، تعرف انك سبب كل شيء صار مو انا ولك. ليش لا تسوق السيارة وانت سكران وكل شوي عم تهدد؟ ايه وانا رح احكي لهم عن كل شيء عملنا مع بعض. روح ايدك وما تعطيك، اصلا ما عاد فرقت معي انا كمان. لك اسكت انت ويا ولك. العمل اللي ضربك انت وياه، عود عائل ما بدي اسمع ولا صوت، اصح كل يطلع صوتكم. ها فهمت انت وياه؟ في حكي لازم اقول لك اياه. حل عني. انا ما كنت متذكر شيء من هديك الليله. قلت لك حل عني. من شوي عرفت شغله. انا ما عملت شيء. انقلع من خلقتي. فاطمه وقفي. اتراب. نام حبيبي، فرشتك نظيفة. مستنيكي لتنامي جنبي. يلا خلينا نام. تصبح على خير. لا تصف هون، يلا تحرك تحرك. منير شو صار؟ انحكم علي. شو؟ ما بصدق. ما قدرت تعمل شيء؟ مو معقول. والله القاضي أمر بتوقيفهم لحتى يجي يوم المحاكمة تبعهم. يعني رح ينحبسوا اثنيناتهم؟ ما فيك تطلعهم بكفالة منير؟ لازم تلاقي حل. انا عملت كل شيء فيني اياه. خال منير ساعدنا بابا، كله بسببه هو. خالي منير بابا طالعونا من هون. عثمان كل شيء صار كان بسببه هو. رفع دخيلك احكي لك كلمه. خالي منير اهدي اهدي. يسلموا أخي. اللي وين حجز لنا كريم؟ إذا مو بأول كرسي أنا ما بقعد. احمدي ربك إنه لقينا حجز بهالوقت. رقم 23. كتير منيح. روح معكم على الكراج؟ ما في داعي، لا تعطل حالك، مندبر راسنا.
يلا روحوا لا تتأخروا لكن. يلا. لحظة. فاطمة أمانة برقبتك ها. لا تزعل على فاطمة. يلا خلينا نطلع. اطلعي، أنا جاي وراكي هلا. استنى قبل ما أنسى. خذ هدول. مالي بحاجتهم. مسك دبر راسك فيهم لبين ما نرجع. قلت لك ما بدي معي مصاري. منين لك ها؟ مسك الله يهديك. قلت لك معي. خذهم بقى. ليش ما بعرف انه ما معك ولا ليره؟ كريم خذ المصاري. رجعيهم امي. خذ من امك، نفسه كثير عزيزه عليه. الله يرضى عليك، لا تترك البيت بغيابنا، فاطمة ومراد أماني برقبتك، وأصحك تروح تقابل هدول حتى ما يضل بالي عندك طول الوقت. روحي أمي، يلا مع السلامة، روحي. خاطرك. يلا. دير بالك عليهم منيح، كم يوم بنرجع ها؟ معجوق هون، بخاف يضيع. مراد لا اترك ايد عمتك ها؟ ماشي؟ شوفي هونيك، تعي تعي. تفضل اخي، تفضل يا اختي. اوه كثير غالي. عن جد غالي كثير. قديش بدك؟ لا، دوقني من هي بالاول. تكرم عينك. تفضل يا اختي. مو مثل جبنتنا. خدي دوقي. كم كيلو بدك؟ بالرجعة، ناخذ بالرجعة. تعلمت من ميسر، لما ما بيعجبها شيء بتقول بالرجعة بناخذ. تفضلي يا أنا تعبت. خلص حبيبي هلا بنرجع على البيت. فاطمة شوفي ألوانهم حلوة. باخدي منهم؟ كنتي تحبيهم كثير بالضياع، خدي منهم. يلا بتتسلي فيهم وبتعملي منهم شغلات ظريفة، بدك آخذ لك؟ يلا أختي خدي منهم. بعدين. ايه على راحتك. سمك تازة، سمك تازة، تعا تفرج يا معلم، وإذا ما عجبك لا تاخذ. يا عيني على السمك، سمك تازة. سيد لمعي؟ لك شو عم تعملوا هون؟ هذا فهمي وأبوه كمان. بابا شوف عرفته؟ مرحبا. أهلين كيفكم؟ أهلين أهلين. سيد إبراهيم. عجبكم السوق تبعنا هون؟ عجبنا عجبنا. شو أخباركم؟ مشي حالكم بالبيت؟ يعني تقريبا. مرتي اليوم نزلت على الضيعة، عندها كم شغلة هونيك بدها تساويها. وكريم جوزك رح معهم؟ خلينا نمشي. آسف حبيت اطمن عليه بس. امشي. يعطيك العافية، يعطيك العافية. يلا الله يجبركم. مع السلامة. مع السلامة. ليه استنوني هيك بتضيعوا؟ غريب أمرها البنت. بس هي كلهم مو طبيعيين. المرة حربوقة والزلمة على نياته كتير. البنت متجوزة، بتعرفوا لجوزها شي؟ شفته، شفته بس ما فهمت منه أي شي، في شي مو طبيعي. بتعرف رفيقنا هو يلي وصى عليهم، بس في شي وراهم. بتمنى ما يجينا وجع راس من وراهم. تفضلي، تفضلي.